ما عندي كهرباء، ما عندي كهرباء، عم موت من الشوب ومعي حساسية على صدري. الله يشفى علينا. أين هي الكهرباء التي وعد بها اللبناني؟ لا كهرباء ولا بواخر، مأساة فعلية يعيشها المواطن الذي ضاق ذرعا من الوعود وهو يعبر عن غضبه إن في الشارع أو حتى على صفحات التواصل الاجتماعي. ما عم نفهم شيء، بيقولوا جاي وما اجت ورح تجي، بس مش فاهمين يعني النتيجة إنه بنا كهرباء. الأجواء المكهربة بين أركان الحكومة الواحدة أطفأت البلاد في عز الصيف وعتمت على المواطن. معقول يعني بتروح الكهرباء خلص، ما فيك تشربي ماء مسعة، ما فيك تدوري الاير كونديشنر، يعني ما بتصير ولا محل بالعالم. أزمة انقطاع التيار انعكست على التيار الوطني الحر الذي حمله النائب وليد جملاط مسؤولية التعتيم، معتبرا أن المسؤول الأول عن ما يحصل هو الدماد أي سهر السلطان. تعود الأستاذ وليد جملاط أنه من كل صفقة يطلع له شيء، هالمرة منه طلع له شيء، عم بيحاول يعرقل لحتى لي ما نوصل لنجاح معين، خوفه من أنه الانتخابات النيابية تجي على أساس النسبية وما يكون له دور ويرجع لحجمه الطبيعي. نعم، طيب كيف علاقتكم اليوم أنتو وحزب الله؟ نحن وحزب الله عنا علاقة استراتيجية لا يمكن التراجع عنها. وبموضوع الكهرباء؟ هيدا أشياء داخلية، هذا الموضوع فيه اختلاف. نحن ما زلنا مصرين على الخطة اللي قمنا فيها، ولكن حزب الله يمكن عنده خلفيات أخرى، هو بده يحافظ على وضع معين بالنسبة للوضع الشيعي. من وراء أزمة الكهرباء المتفاقمة التي فجرت احتجاجات متنقلة في كل المناطق اللبنانية؟ روحوا يتظاهروا قدام قصر الجمهوري، وروحوا يتظاهروا قدام قصر المختارة، وروح يتظاهروا قدام اللي عم بيعرقلوا الكهرباء. يتظاهروا لشو؟ لأسقاط الحكومة؟ لا مش لأسقاط الحكومة، لحتى اللي يفرجوا عن الأموال. مين اليوم وقف الأموال؟ ليه رئيس الجمهورية ما مضعت 8900 مليار؟ ليه؟ بس أنتوا أعضاء بهيدي الحكومة اللي عم تتهموها. يعني سيدي الحكومة منا هي 10 وزراء. بس بعدكم متمسكين بوزارتكم. نحن رح نتمسك بوزارتنا، واللي نفكر إنه يخلينا نفل ساعة اللي هو بده ما على شيء دق راسه بالحيط. الكهرباء من أزمة إلى عتمة، فإلى متى سيبقى اللبناني في الظلمة ويبقى النور حلما بالنسبة إليه؟